السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس دعاء لبنوي، معلمة الصف الرابع الابتدائي في المدرسة الفلسطينية المشتركة. الدرس الثالث: المغناطيس وخصائصه. نشاط واحد: قصة المغناطيس. يحكى أن راعياً في بلدة صغيرة قرب تركيا ويدعى ماغنس، وأثناء رعيه للأغنام لاحظ أن عصاه ذات الطرف الحديدي تنجذب نحو بعض الحجارة السوداء، كما أن حذاؤه المحتوي على مسامير كثيرة يلتصق بهذه الحجارة، وكانت هذه بداية اكتشاف الحجر العجيب. إذن هذه قصة المغناطيس واكتشاف الحجر العجيب. ماذا نطلق على هذا الحجر في وقتنا الحاضر؟ ما رأيكم؟ ماذا يسمى هذا الحجر؟ أحسنتم، يسمى بالمغناطيس. نشاط 2: أنواع المغانط. حوار بين شام وأحمد. شام تسأل: هل هنالك أنواع للمغناطيس؟ ويرد عليها أحمد: نعم، هنالك نوعان. هيا نشاهد الفيديو لنتعرف على أنواع المغانط. يتوافر المغناطيس من حولنا على نوعين: مغناطيس طبيعي وآخر صناعي. أما المغناطيس الطبيعي فهو عبارة عن حجر الماغنيتيت المكون طبيعياً من أكسيد الحديد، أطلق عليه اليونانيون اسم الحجر العجيب أو الحجر المعدني، وسمي فيما بعد بالحجر المغناطيسي. أما المغناطيس الصناعي فيصنع عادة في معامل خاصة، حيث تصهر خلائط من الحديد والنيكل والكوبالت وغيرها من العناصر وتصب في قوالب معرضة لمجال مغناطيسي قوي يساهم في تكون المناطق المغناطيسية المعتمدة على حركة الإلكترونات داخل الذرات المكونة لهذه العناصر أصلاً، وترتيبها في اتجاه واحد، وتترك على هذا الحال إلى أن تتصلب. أنواع المغانط كما استنتجناهم من الفيديو: النوع الأول هو، أحسنتم، مغناط طبيعي. أما الثاني، أحسنتم، مغناط صناعي. أتأمل المخطط السابق وأكتب أنواع المغانط من خلال المخطط. النوع الأول وهو مغناط طبيعي، أما النوع الثاني وهو مغناط صناعي. إذن أنواع المغانط: مغناط طبيعي ومغناط صناعي. نشاط 3: أشكال المغانط. إذن يوجد أنواع المغانط ويوجد هنا أشكال المغانط. الشكل الأول وهو حذوة الحصان. إذن الشكل الأول من المغانط وهو حذوة الحصان. أما الشكل الثاني وهو الشريطي، الشكل الشريطي. إذن الشكل الثاني وهو الشكل الشريطي. الشكل الثالث وهو الشكل الإسطواني. إذن الشكل الثالث من أشكال المغانط هو الشكل الإسطواني. أما الشكل الرابع وهو الحلقي، الحلقي يشبه الحلقة لذلك سمي
الحلقي، مغناط الحلقي. أما هذا الشكل فإنه يشبه الدائرة، إذن سمي بالمغناطيس ذو الشكل الدائري، المغناطيس الدائري. أما الشكل الأخير فهو شكل يشبه الإبرة، لذلك سمي الإبرة المغناطيسية. إذن هذا الشكل هو الشكل الإبرة المغناطيسية. لنراجع معا أشكال المغانط الصناعية. جميع هذه المغانط صناعية. الشكل الأول هو شكل، أحسنتم، حدوة الحصان. أما الشكل الثاني يشبه شكل الإسطوانة، إذن يسمى الإسطواني، المغناطيس الإسطواني. أما الشكل الثالث، أحسنتم، المغناطيس الشريطي. الشكل الرابع يشبه الحلقة فيسمى المغناطيس الحلقي. أما الشكل الخامس يشبه الدائرة فإذا يسمى المغناطيس الدائري. وأخيرا الإبرة المغناطيسية التي تشبه الإبرة، الإبرة المغناطيسية. نشاط 4، مواد يجذبها المغناطيس. حوار بين سمير ومها. سمير يسأل: يجذب المغناطيس الدبابيس، هل يجذب مواد أخرى؟ مها تقول: يجب أن نحضر مواد أخرى ونجرب. نحضر مواد مثل مسمار، مناديل قماشية، كأس زجاجي، معلقة، مشبك ورق، قطعة خشب، خاتم من الذهب، السكين من الفولاذ، كأس بلاستيك، مفتاح حديدي، مسمار، وهاون مصنوع من النحاس، وأخيرا الصوف. تم تقسيم المواد إلى مواد مغناطيسية وهي المواد التي يجذبها المغناطيس، أما المواد الأخرى فهي المواد الغير مغناطيسية وهي المواد التي لا يجذبها المغناطيس. دعونا نجرب المواد التي تم تحضيرها. أولا المسمار، نقوم بتقريب المسمار من المغناطيس ثم تحريك المغناطيس. نلاحظ أن المغناطيس يجذب المسمار، إذن المسمار يعتبر من المواد المغناطيسية، إذن المسمار من المواد المغناطيسية. أما المادة الثانية وهي المناديل من القماش، نحاول تقريب المناديل القماش من المغناطيس ثم تحريك المغناطيس. نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب المناديل القماشية، إذن يعتبر المناديل القماش من المواد الغير مغناطيسية لأن المغناطيس لا يجذب مناديل القماش. هنا الكأس الزجاجي، نحاول تقريب الكأس الزجاجي من المغناطيس ثم تحريك المغناطيس. نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب الكأس الزجاجي، إذن الكأس الزجاجي يعتبر من المواد الغير مغناطيسية. لماذا؟ لأن المغناطيس لا يجذب كأس الزجاج. المعلقة، ما رأيكم؟ نحاول ونجرب. نقرب المعلقة من المغناطيس ثم نقوم بتحريك المغناطيس.
نلاحظ أن المغناطيس يجذب المعلقة، إذن المعلقة تعتبر من المواد، أحسنتم، المواد المغناطيسية. مشبك الورق، مشبك الورق مصنوع من الحديد، نحاول تقريبه إلى المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، ماذا نلاحظ؟ المغناطيس يجذب مشبك الورق، إذن مشبك الورق يعتبر من المواد، أحسنتم، المغناطيسية، إذن مشبك الورق من المواد المغناطيسية. قطعة الخشب، نقرب قطعة الخشب من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب قطعة الخشب، إذن قطعة الخشب تعتبر من المواد، أحسنتم، الغير مغناطيسية، قطعة الخشب من المواد الغير مغناطيسية، لماذا؟ لأن المغناطيس لا يجذبها. الذهب، خاتم الذهب، نحاول تقريب خاتم الذهب من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، نلاحظ أنه لا يجذب المغناطيس خاتم الذهب، إذن الذهب يعتبر من المواد، أحسنتم، الغير مغناطيسية. السكين، السكين نحاول تقريبها من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، ماذا نلاحظ؟ أن المغناطيس يجذب السكين، إذن السكين تعتبر من المواد، أحسنتم، المغناطيسية، لماذا؟ لأن المغناطيس يجذب السكين. كأس مصنوع من البلاستيك، نحاول تقريبه من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب كأس البلاستيك، بما أنه لا يجذب كأس البلاستيك، إذن كأس البلاستيك يعتبر من المواد، أحسنتم، الغير مغناطيسية. مفتاح مصنوع من الحديد، نحاول تقريبه من المغناطيس ثم نتأكد هل هو يجذب أو لا يجذب، نحرك المغناطيس، ماذا نلاحظ؟ المغناطيس يجذب مفتاح الحديد، بما أن المغناطيس يجذب مفتاح الحديد، إذن مفتاح الحديد يعتبر من المواد، أحسنتم، من المواد المغناطيسية. المسمار، المسمار مصنوع من الحديد، ما رأيكم؟ هل المغناطيس يجذب المسمار أو لا يجذب المسمار؟ هيا نجرب، نقرب المسمار من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، نلاحظ أن المغناطيس يجذب المسمار، إذن المسمار يعتبر من المواد، أحسنتم، من المواد المغناطيسية، لماذا؟ لأن المغناطيس يجذب المسمار، أحسنتم. ما رأيكم بالهاون المصنوع من النحاس؟ هيا نجرب، نقرب الهاون من المغناطيس ثم نحرك المغناطيس، نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب الهاون المصنوع من النحاس، إذن هاون المصنوع من النحاس هل هو من المواد المغناطيسية أو من المواد الغير مغناطيسية؟ أحسنتم، من المواد الغير مغناطيسية، لماذا؟ لأن المغناطيس لا يجذب
الهاون المصنوع من النحاس. أحسنتم. الصوف، ما رأيكم بالصوف؟ هل هو من المواد المغناطيسية التي يجذبها المغناطيس، أو من المواد الغير مغناطيسية التي لا يجذبها المغناطيس؟ دعونا نجرب. نقرب الصوف ثم نحاول تحريك المغناطيس. نلاحظ أن المغناطيس لا يجذب الصوف، إذن الصوف من المواد، أحسنتم، من المواد الغير مغناطيسية لأن المغناطيس لا يجذب الصوف. أحسنتم. إذن ماذا نستنتج من هذه التجارب؟ نستنتج أن المغناطيس يجذب المواد المصنوعة من الحديد، ولا يجذب المواد المصنوعة من الزجاج أو ورق أو غيرها من المواد التي ذكرت سابقاً. إذن المواد التي يجذبها المغناطيس تسمى بالمواد، أحسنتم، المواد المغناطيسية. أما المواد التي لا يجذبها المغناطيس تسمى بالمواد، أحسنتم، المواد الغير مغناطيسية. نشاط 5، الإبرة المعلقة. حوار بين سمير ومها. سمير يسأل: ما القوة التي تجذب المواد؟ سؤال رائع. مها تجيب: هيا نكتشف هذه القوة، هيا بنا نكتشف هذه القوة مع سمير ومها. أمامي في الشكل حامل خشبي ومغناطيس معلق وخيط به إبرة. أصق ما أشاهد وأفسر. ماذا تلاحظ بالإبرة؟ أحسنتم، أن المغناطيس به قوة تجذب الإبرة نحوه. إذن المغناطيس يجذب الإبرة، فلذلك الإبرة معلقة إلى أعلى قريبة من المغناطيس. أحاول تمرير مواد مختلفة بين المغناطيس والإبرة بحيث لا تلامس المغناطيس، وأسجل ملاحظاتي. أولاً، نضع مقص مصنوع من الحديد، أي من المواد المغناطيسية، بين المغناطيس والإبرة. من خلال التجربة نلاحظ أن الإبرة تسقط. لماذا؟ لأن المواد المغناطيسية لا تسمح بمرور القوة المغناطيسية، ولكن إذا وضعنا ورقة، والورقة من المواد الغير مغناطيسية، فنلاحظ أن الإبرة تبقى معلقة. لماذا؟ لأن المواد الغير مغناطيسية تسمح بمرور القوة المغناطيسية. إذن دعونا نسجل ما تم ملاحظته. القوة المغناطيسية تخترق المواد الغير مغناطيسية، ولا تخترق المواد المغناطيسية. سوف نتطرق إلى ذلك في نهاية الفيديو. نشاط 6، أقطاب المغناطيس. حوار بين سمير ومها: إذا علق مغناطيس تعليقا حرا، ماذا تتوقع أن يحدث؟ أحضر مغناطيسا وخيطا لنجرب ذلك. هذا رد مها. قبل البدء بالتجربة نلاحظ وجود الجهات الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب. نريد ملاحظة استقرار المغناطيس، على أي جهة يستقر ويثبت المغناطيس؟ نقوم بالتجربة. أعلق المغناطيس بخيط من المنتصف، مراعيا 1، أن يكون بعيدا عن المواد المغناطيسية. 2، أيضا يكون بعيدا عن المغالط الأخرى. ماذا ألاحظ؟
أحسنتم. ألاحظ أن المغناطيس يستقر باتجاه الشمال والجنوب، كلما تحرك يرجع ويستقر بجهة الشمال والجنوب. لنتأكد من التجربة ونقوم بتحريك المغناطيس حركة خفيفة وأنتظر حتى يسكن. ماذا ألاحظ؟ ماذا يحدث للمغناطيس؟ أحسنتم، يرجع ويستقر باتجاه الشمال والجنوب. إذن ماذا أسمي القطب الذي يتجه نحو الشمال؟ أحسنتم، يسمى بالقطب الشمالي. وماذا أسمي القطب الذي يتجه نحو الجنوب؟ أحسنتم، أسميه بالقطب الجنوبي. إذا عند استقرار المغناطيس فإنه يستقر باتجاه الشمال والجنوب. الجزء المتجه جهة الشمال يسمى القطب الشمالي، أما الجزء المتجه نحو الجنوب يسمى القطب الجنوبي. أختبر نفسي. وضعت سميرة مغناطيساً على قطعة من الخشب أو الفلين في حوض ماء بلاستيكي كما في الشكل الآتي. أتوقع اتجاه أقطاب المغناطيس. برأيك كيف يستقر المغناطيس؟ أحسنتم، تتجه أقطاب المغناطيس نحو الشمال والجنوب، فالقطب الشمالي يتجه إلى الشمال والقطب الجنوبي يتجه إلى الجنوب. أحسنتم. نشاط 7، قوة المغناطيس. سمير يسأل، أين توجد قوة المغناطيس؟ مها تجيب، هيا نكتشف معا. في هذه التجربة سوف أستخدم المغناطيس الشريطي والمغناطيس ذو شكل حذوة الحصان. ماذا سوف أفعل؟ أضع المغناطيس فوق برادة الحديد أو أي مواد حديدية أخرى مثل مشبك الورق، وألاحظ ماذا يحدث. في الفيديو الأولى أضع المغناطيس، ماذا ألاحظ؟ والفيديو الثاني أضع حذوة الحصان، ماذا ألاحظ؟ أحسنتم، ألاحظ أن المغناطيس يجذب مشبك الورق. أين تجمعت برادة الحديد أو مشبك الورق؟ أحسنتم، تجمع مشبك الورق أو برادة الحديد عند الأقطاب. لماذا عند الأقطاب بالذات؟ أحسنتم، بسبب قوة المغناطيس عند الأقطاب. إذا تتمركز قوة المغناطيس عند أقطاب المغناطيس. أرسم برادة الحديد المتجمعة على المغناط الآتي أمام المغناط الشريطي وحذوة الحصان. برأيك عند وضع برادة الحديد أين تتمركز؟ أحسنتم، عند الأقطاب. إذا عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وفي حذوة الحصان أيضا عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي تتمركز قوة المغناطيس. إذا تتركز قوة المغناطيس عند، أحسنتم، تتركز عند الأقطاب وتقل عند، أحسنتم، عند الوسط. إذا قوة المغناطيس تتركز عند الأقطاب وتقل عند الوسط. سؤال هنا، دعونا نفكر، ماذا يحدث لو قطع المغناطيس عدة قطع؟ على ماذا نحصل؟ أمامي مغناطيس له قطب شمالي وقطب جنوبي،
عند قطع المغناطيس فإننا نحصل على مغناطيسين مختلفين، كل منهما يحمل قطب شمالي وقطب جنوبي. إذا ماذا يحصل عند قطع المغناطيس؟ نحصل على مغناط له قطبان. إذا نحصل على مغناط له قطبان. نشاط 8، تجاذب وتنافر. أمامي سيارتان، سيارة A وسيارة B. تم وضع مغناطيس فوق السيارة A ومغناطيس آخر فوق السيارة B. أحاول تحريك السيارة A بحيث تقريبها من السيارة B. ماذا نلاحظ؟ أن القطب الجنوبي من السيارة B والسيارة A تباعدا. ماذا يحدث لو قلبت السيارة A وثم قمت بتحريك السيارة A إلى السيارة B؟ دعونا نلاحظ ماذا سوف يحدث. تجاذبت السيارة A والسيارة B. برأيكم لماذا؟ لأن القطب الشمالي يتجاذب مع القطب الجنوبي بعكس ما حدث في بداية التجربة. أسجل ملاحظتي. ماذا ألاحظ؟ أن الأقطاب المتشابهة تتباعد، أما الأقطاب المختلفة تتقارب. أفسر ما حدث. الأقطاب المتشابهة تتنافر، أما الأقطاب المختلفة تتجاذب. دعونا نستنتج أن الأقطاب المتشابهة الجنوبي والجنوبي أو الشمالي والشمالي فإنهم أقطاب متشابهة. إذا الأقطاب المتشابهة تتنافر، أما الأقطاب المختلفة شمالي جنوبي أو جنوبي شمالي فإنها أقطاب مختلفة إذا تتجاذب. إذا أستنتج أن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة، أحسنتم، تتنافر، أما الأقطاب المغناطيسية المختلفة، أحسنتم، تتجاذب. نشاط 9، اختراق المواد. أضع مشبكا داخل كأس به ماء وأحاول إخراجه باستخدام المغناطيس. نحلل الأدوات. مشبك الورق هو من المواد المغناطيسية التي يجذبها المغناطيس، أما كأس به ماء فهو من المواد الغير مغناطيسية. إذا وضعنا المغناطيس خارج الكأس كما في الصورة ومشبك الورق داخل الكأس، فنلاحظ قدرة المغناطيس على إخراج مشبك الورق. إذا أصف ماذا يحدث؟ يستطيع المغناطيس إخراج مشبك الورق. أقوم بالتجربة بطريقة أخرى. أضع مشبك الورق في علبة من الحديد وأحاول إخراجه باستخدام المغناطيس. نحلل الأدوات. مشبك الورق يعتبر من المواد المغناطيسية، وعلبة من الحديد أيضا تعتبر من المواد المغناطيسية. مشبك الورق داخل علبة الحديد والمغناطيس خارج علبة الحديد. أحاول إخراج مشبك الورق. ماذا ألاحظ؟ أن المغناطيس لا يستطيع إخراج مشبك الورق. ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ نستنتج أن قوة المغناطيس تستطيع أن تخترق المواد، أحسنتم، المواد الغير مغناطيسية مثل كأس الزجاج الذي اخترقته قوة المغناطيس واستطاعت إخراج مشبك الورق من داخله. ولكن قوة المغناطيس لا تستطيع أن تخترق المواد،
أحسنتم، المواد المغناطيسية مثل علبة الحديد، فلم يستطع المغناطيس إخراج مشبك الورق من داخل علبة الحديد. لماذا؟ لأن قوة المغناطيس لا تستطيع أن تخترق المواد المغناطيسية. خلال ما تم أخذه سابقاً، دعونا نتعرف على خصائص المغناطيس. الخاصية الأولى أن للمغناطيس قطبان، القطب الشمالي ويرمز له بN، والقطب الجنوبي ويرمز له S. أما الخاصية الثانية، القطب الشمالي يتجه نحو الشمال والقطب الجنوبي يتجه نحو الجنوب. ثلاثة، أقطاب المغناطيس المتشابهة تتنافر، وأقطاب المغناطيس المختلفة تتجاذب. أربعة، له قوة مغناطيسية. هذه القوة المغناطيسية تتركز عند الأقطاب وتقل عند الوسط. أيضاً، قوة المغناطيس تجذب المواد المغناطيسية ولا تجذب المواد الغير مغناطيسية. قوة المغناطيس تخترق المواد الغير مغناطيسية ولا تخترق المواد المغناطيسية.